اهلا وسهلا بكم مشاهدينا وحياكم الله معنا مع هذه الانطلاقه الجديده لمذكرات بحار عبر الفضائيه الكويتيه. اهلا وسهلا بالجميع وسعداء جدا بهذا التواصل الاعلامي معكم يومي الجمعه والسبت من كل اسبوع، سواء من متحف بيت العثمان هذا المكان التاريخي والتراثي اللي موجود عندنا في منطقه حولي في دوله الكويت، وايضا الزملاء في موقع يوم البحار. اهلا وسهلا بالجميع، ان شاء الله تقضون معنا وقت ممتع خلال الفتره المخصصه لبرنامج مذكرات بحار. قبل لا انتقل الى زميلي طلال الماجد خلوني أرحب بزميلتي فاطمة الدمخي. فاطمة مساء الخير. مساء النور، هلا سعد، وأكيد أرحب على مشاهدينا مشاهدي تلفزيون دولة الكويت برنامج مذكرات بحار اللي راح يطلع عليكم كل يوم وسبت إن شاء الله من متحف بيت العثمان، وأكيد معنا زميلنا طلال الماجد من قرية يوم البحر. أكيد يعني زميلنا طلال الماجد موجود في قرية يوم البحر، هذا المكان التاريخي وأيضا التراثي في دولة الكويت اللي قامت وزارة الإعلام في الفترة الأخيرة بتحديث هذا المكان حتى يكون من الأماكن السياحية اللي الناس دائما اللي لهم ذكريات في هذا المكان الحلو والجميل الموجود في شارع الخليج العربي. إن شاء الله راح تستمتعون عندنا، خاصة وإن عندنا ضيوف. حلقتنا بشكل عام راح تتكلم عن الطيور، ولكن خلونا ننتقل إلى زميلنا طلال الماجد الموجود في موقع يوم البحار ونرجع إلى متحف بيت العثمان. للزملاء أخواني سعد وفاطمة في موقع بيت العثمان، وسعيدين جدا بتواصلكم معنا من خلال وجودنا أيضا مع المسابقات مع الجوائز مع الأسئلة الثقافية مع المعارض والمتاحف الموجودة، وأيضا فرقتنا اليوم بقيادة الفنان خالد الرميضين هذا الفنان المبدع، وفرقة الفن والنغم التراثية الكويتية، وأيضا الفنان محمد الشيحة. ما عندنا خسران أبدا، وبالإضافة للورش اللي يقوم فيها دائما المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب، عساهم على القوة دائما يقدمون ورش خاصة للأطفال فيها تعليم وفيها أيضا الاستفادة والريسايكل من الأشياء القديمة. لوحة جميلة، كل من يدخل قرية يوم البحار يقول شو اللوحة الحلوة، من اللي مسويها، شلون المواد اللي استعملتوها فيها. خلنا نتعرف أكثر على هذه اللوحة مع الفنان المبدع أخونا أبو عبد الله. أبو عبد الله على فكرة من الستة الأوائل اللي افتتحوا القرية فيهم عام 1986. عساك على القوة أبو عبد الله وسعيدين بلقاء. يقويكم الله ويعطيكم العافية وحياكم الله. طبعا قام تشوفوا المشروع هذا الحين موجود، أول تحفة اللوحة عبارة عن أشياء غريبة وعجيبة ما تعرفها، في كل بيت موجود الشغل هذا، هو البيبسي والماي والشاي والعصير والقهوة، الزايد ما ينكب، ناخذ الخمرة لمدة أسبوعين نحط له رمل وغرة وخل، بعدين نحط لون مركز ويعطينا هذا المنظر اللي قاعد قدامكم كحركة. عساك على القوة. ويعني اليوم أنت عمي قاعد تقدم شيء جدا جميل، لوحة معبرة، والكل قاعد يسأل عن هاللوحة، البيبان العتيجة مثل ما احنا شايفين على الهواء، الشندل، المواد القديمة اللي استخدموها قبل، الحصران موجودة، الشعار، وعندنا يعني من دولة الكويت عندنا أبراج الكويت، أبراج الماي، المسجد الكبير،
الوزير وايضا مجلس الامه والعديد والعديد من التفاصيل الحلوه، حتى الاجانب ابو عبد الله شوف واقفين يسالون شنو هذا وشلون سويته. حتى الابواب اللي موجوده، باب بخوخه، باب صفاقتين، شباك الدهريز، في مال الليوان، في اشياء وايد مركبه داخل سفره يمثل لك البيت الكويتي القديم، داخلها لوحه الحكام ما شاء الله جاي طاق بجهتين، يعني تراثي ونفس الشيء داخل فيه الحكام كلها، معطيك لوحه خياليه حق الديوان تنحط داخل البيت، تعلم فيه العيال الحكام الكويت وهذا حكامنا حاكم الاول الثاني والثالث، توضح لهم الاشياء كلها كانت بالكويت موجوده. عساك على القوه ابو عبد الله، ما نبي الا هيك اكثر، والحلوه هذه اللوحه اكيد تستحق المشاهدة والمتابعة، وإحنا معاكم ومع فرقتنا وأيضا مع فعالياتنا الجميلة. نروح عند الفنان خالد الرميضي مع فرقة الفن والنغم، عنده أغنية جميلة جدا ونبدي معاها إن شاء الله بعد شوي مسابقتنا. ننتقل للفنان خالد الرميضي.
متواصلين معاكم في هذا البث الحي المباشر وفقراتنا عديده، وشكرا لفرقتنا اللي ما في شك راح تسمعنا ان شاء الله العديد والمزيد من الاغاني الجميله الوطنيه وايضا التراثيه. ومعانا عائله نتعرف عليك. دكتور بسام مسالنا. حياك الله دكتور، نتعرف عليك. هبه هذه المسالمة. حياك الله يا هبه. حلا جنى. حياكم الله، أول مرة تزورونا؟ فادي إي والله أول مرة. الله يخليهم لك يا أخي، أنا أفرح بالجد يعني اللي ياخذ أحفاده ويوديهم ويمشيهم. الحمد لله، هذول يعني تعرف ما أغلب الولد غير ولد الولد. إي والله. هذه مقولة صحيحة وعم نعيشها الحمد لله. يعني شوف أنا ما بقول لك الأيام قاعدة تعيد نفسها، لكن أكيد يوم صغار عيالك جبتهم يوم البحار. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والله شيء حلو يعني، مكان جميل وأفعاليات جميلة. وجو جميل واجتماع هيك العائله بعضها بعض يعني حلو، شيء حلو. هذا شيء وايد حلو، واكيد الجد سبحان الله لا زهوه ولا جمال، يعني وجوده مع الابناء في الاجازات شيء جدا يسعدنا. اللي شوفنا الحين بالتلفزيون شو تحب تخبره عن هذا المكان الجميل؟ والله المكان بعد الافتتاح شيء حلو كثير، وبنصح كل واحد يمر يجيب عياله عيال عياله يشوف الفعاليات الحلوه، جو كويتي اصلي. الله، شنو اكثر يعني محل ولا معرض او قطعه شدت انتباهك؟ شنو اكثر شيء حبيته؟ والله حلو التراث، الاغاني التراثيه، القعدات يعني الفرقه يجهزون لك اغنيه لازم. ما شاء الله، اي والله شيء حلو يعني، القعده حلوه، الجو حلو. ساك على القوه، سؤالك بسيط وسهل، زرت مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي دار الاوبرا؟ نعم نعم. كم عدد القاعات اللي موجوده هناك؟ ثنتين ولا ثلاث ولا أربع؟ أربع أظن، أربع قاعات. متأكد؟ أربع قاعات. كم قاعة؟ ما تعرفين؟ ثلاث قاعات. خلينا على الأربع، ألف مبروك. شكرا. وجائزتك تفضلها 50 دينار كاش من وزارة الإعلام. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. أشكر وزارة الإعلام على هاللقاء، شيء حلو يعني للأمانة يعني. عساك على القوة، نورتونا، شكرا جزيلا لكم، وما عندنا خسران أبدا أبدا. ومعانا بعد عائلة راح نتعرف عليها أكيد، وإن شاء الله نسألهم أسئلة بسيطة وبإذن الله فالهم الفوز. سؤالهم عن الجائزة المعمارية اللي فازت بها أبراج الكويت في عام 1979. حياك الله، تفضلوا. هلا فيك أخويا. تعرف على اسمك؟ أم سارة. والنعم أم سارة. سارة. حياك الله يا سارة. أم سارة قولي لي، إيش رأيك في يوم البحار بعد هالإطلالة الجميلة والتغييرات اللي حصلت فيه؟ والله حلوة. عجبكم؟ أي والله عجبنا، حلوة. حياك الله، وسؤالك بسيط وسهل، ما اسم الجائزة المعمارية اللي فازت فيها أبراج الكويت عام 1979؟ هل كانت جائزة روما، جائزة التخطيط المعماري الكبرى، ولا جائزة آغا خان للعمارة الإسلامية؟ أي إجابة، الأولى الثانية الثالثة؟ لا لا، آغا خان. آغا خان فعلا، جائزة آغا خان للعمارة الإسلامية. أكيد ما أعطيني شياب المدرسة عدل. 50 دينار كاش من وزارة الإعلام، شكرا جزيلا لكم. إحنا متواصلين معاكم، ومعانا بعد عائلة، وأسئلتنا مثل ما أنتم شايفين بسيطة وسهلة وسريعة، القصد منها إيصال المعلومة للجمهور. حياك، أسرع أسرع. سؤالكم بسيط وسهل، خلنا نتعرف عليكم، خليك يمي عشان نسألك أنت. شو اسمك؟ عبد الرحمن. حياك الله، عرفنا على الحلوين اللي وياك. قول سام. فالح ومحمد ومشعل وفارس. والنعم. انت شو اسمك؟ نواف. حياك الله يا نواف، تعال يمي، تعال نواف هنا عشان تبين. حياك الله، مستانس هنا؟ ايه. شنو اكثر شيء حبوه العيال بقريه يوم البحر؟ والله الاجواء والقعدات والتراث والبوثات المطاعم اللي هني. قبل كنت يوم صغير ما جيت هنا زمان؟ الا جيت. تغير عليك المكان، صار احلى ان شاء الله؟ شو، اي والله احلى ما شاء الله. سعل مباركة. سؤالك بسيط وسهل، متى تم إصدار أول فئة من العشرين دينار؟ أي سنة؟ 1966. ستة وكم؟ هي ستة صح، 1986 ولا 96؟ 86. فعلا، ألف مبروك، 50 دينار كاش تفضل من وزارة الإعلام. مشكور، يعطيكم العافية، ما قصرتوا. نورتونا وأسعدتونا، وإحنا متواصلين معاكم، وإن شاء الله دائما يكون من نصيبكم الفوز، ومتواصلين من خلال وجودنا في قرية يوم البحر. ونحب نقول لكم موجودين كل جمعة كل سبت، عندنا فرق مسابقات وأيضا ورش قائمة عليها مجموعة جميلة من الأساتذة من المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. نروح لفرقتنا ونشوف أيضا فقرتهم الموسيقية بقيادة الفنان خالد الرميضي. عشقنا الأرض وإحنا في رحم أمنا.
لك وانا الجيران احب البر والمزيون احب البدو والاوطان حب قبل لا يدرون الي ولك وانا الجيران يا سلام اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. كل الشكر والتقدير للزميل طلال ماجد والزملاء اللي موجودين معاه في موقع يوم البحر. اهلا فيك مره ثانيه فاطمه. اهلا فيك سعد. اكيد معنا اليوم ضيف مميز. راح نتعرف عليه الاستاذ راشد الحجي رئيس فريق عدسه البيئه. مساك الله بالخير. الله بالنور. يا حياكم الله. انا سعيد اصلا بهذا البرنامج ولقائكم. اهلا وسهلا فيك ابو خالد. يا هلا والله. قبل ان نتكلم على يعني الفريق عدسه الطيور, احنا موجودين في حولي قبل الحبال, في موجود بحولي هني. طبعا الحبال هاي حولي هذه كانت مثل ما تقول اكثر منطقه اللي اللي كانوا الشعب اللي اكثر ناس كانوا بالشعب بالدسمه بالدعيه هناك. كل التكود هني كان حدائق يعني. نادر ما حد يوصل هني او السره الاشياء الصعبه يجونها هني, لكن الحبال في كل مناطق الكويت الداخليه قبل. يعني اخر طير صورته قبل لا تي هني استاذ راشد؟ والله المغرب. انا ساعه قاعد اسولف بما انه مد عالي مو طير, الاف الطيور, يمكن تقريبا 5000 طير مع بعض في غرب صليبيخات او شرق صليبيخات يسمونها البحريه هذه في المغرب امس.
وانا حاليا بعد برنامج ان شاء الله راح اتوجه الى هناك. اول يعني المد العالي هم يخلي تجمعهم كذي، المد العالي دز طيور البحر كلها حق الساحل، فيتجمعون عند اخر نقطه من مستشفى الولاده الى صليبيخات، هذه المنطقه يكون فيها الاف مؤلف. واشهر طير هناك طبعا احلى طير واشهر طير الفلامينغو. استاذ راشد، سمعنا عن موضوع العقاب اللي طلع من محمية الجهرة ووصل روسيا ورجع مرة ثانية محمية الجهرة، نتكلم شوي عن هالموضوع. هذا العقبان طبعا حتى بتاريخ الكويتي يون دائما احنا كنا نعرف يون بالجهرة ويقعدون فترة تقريبا 5 شهور، فهل هذه كل سنة يون ما يون؟ في دول مثل الإمارات السعودية جابوا هذا الجهاز وعرفوا حركاتهم، احنا كنا تقريبا من 15 سنة نحاول ناخذ الخبرة هذه إلى أن حصلنا دعم من مؤسسة الكويت تقدم العلمي، شروا لنا أجهزة، هذه الأجهزة واتفقنا مع خبراء من برا أن يركبوا الأجهزة ويتابعون الموقع، فبدينا التجربة ب 2020 حطيناها على 3 عقبان، عقبان 2 منقط نفس هذا وواحد بادية. اللي حصل أن هذا اللي هو الأكبر واحد صاحب الخبرة راح في شهر 3 إلى روسيا، واحنا طبعا تتبعه، رجع في 2020 مرة ثانية الجهرة شهر 10، راح 21 شهر 3 إلى روسيا، رجع 21 إلى الجهرة شهر 9، راح مرة ثانية روسيا، وثالث مرة هنيل. نعم. شنو تستفيدون من التتبع كمهتمين في الطيور أستاذ راشد؟ هي عالميا أو ككويت، الكويت طبعا احنا ككويت يهمنا ان الاماكن هاي تقعد، هاي السياحه بالعالم هو مهدد بالانقراض، هذا ممكن تسوي سياحه بيئيه حق الطيور، يجون ناس من العالم يصورون الطير ويشوفونه مستعدين يدفعون فلوس، ويعني سياحه بيئيه هاي بالنسبه حق الكويت، بالنسبه حق العالم يعرفون مخاطر الطريق تحصل له. احد المخاطر واحد من العقبان، طبعا احنا توسعنا بهذه صار عندنا 11 عقاب وتنوعنا بالعقبان، احدهم واحد مات بالاسلاك الكهربائيه بايران، واحد ثاني قبل 2 أسبوع 3 صايدينه باليمن، شفنا تحرك باليمن بالبيت الجهاز، فهذا دليل ان الجهاز صار عند واحد مع الطير، طلع على الخط السريع وراح صنعه ورجع الجهاز، اذا عند واحد فتصير ما يعني نعرف. بس العقبان استاذ راشد يعني حاطين طير ثاني بعد بالكم؟ اول شيء خذينا العقبان، بعدين اخذنا النوارس اللي هي يفرخون في جزيره كبر اذا تعرف، كل سنه يفرخون، حطينا العام اللي هي سنه هذه 22 بالصيف 10 جزء، اطلعوا تقريبا من شهر 8 9 كلهم راحوا الحين بعضهم عندي خرائط، واحد منهم بكراتشي باكستان، واحد منهم بالهند، واحد فقاعد نتتبع من شهر 6 للحين، عندنا ثالث بعد طيور القمري حمام البر ركبناهم بالتعاون مع البحرين، واحد عندنا محجب، ركبنا 3 أجهزة على 3 طيور قمري بالبحرين. بعد هذه الرحلات شنو اللي لاحظتوه على طائر العقاب؟ العقاب اول شيء تاكدنا ان هذا ثالث مره يجي وهذا المكان، فحاليا نحاول نحمي المكان هذا من الصيادين من الزوار، فكل سنة قاعد يزيدون أعدادهم تقريبا، الحين بعد الحماية السنة تقريبا 12 واحد عدينا، يصير في اختلاف بعضهم يعني أنواع ما أنواع، لكن في ازدياد وفي حماية نوفر لهم الحماية في هذا المكان. على فكرة يعني الأستاذ راشد يعني أنت يعني من عمر مهتم فيه يعني ورئيس فريق عدسة البيئة الكويتية للطيور، يعني هل في طير اختفى من الكويت؟ وايد يعني مو طيور اختفاء كلي ماكو، بس مثل ما قلنا الحباري كانت تفرخ بالكويت انتهت، الفلامينغو اللي نشوفه كان يفرخ بالكويت، البجع كان يفرخ في بوبيان، القطة كان وايد ياكلون حتى بيض القطة، ففي طيور قلت يعني شيء رهيب نزل مستواها، وبالعكس في بعض الطيور النادرة زادت استوطنت الكويت، يعني استوطنت بعضها مثل دجاج الماء وما دجاج الماء، الرفراف الصائد السمك في بعضهم زادت اعدادهم، بس هذه نسبه قليله يعني مو وايد. الدعم اللي حصله الفريق من مؤسسه الكويت للتقدم العلمي باشراف الهيئه العامه للبيئه، شلون كان هذا الدعم منهم؟ والله هم السبب اللي اعطونا الروح اللي نبدا، يعني قالوا لنا اول عمل معاهم سوينا معاهم
سلسله افلام تقدرون تدشون الحين عدسه البيئه في سلسله افلام بيئيه. كنا على بالنا نسوي 10 افلام بيئيه وننشرها على اليوتيوب. سوينا للحين 8. ندرس طلبه، كنا ندرس طلبه الثانويه السنه تونا الحين ندرس طلبه الجامعه. نعلمهم تصوير وخبره وهم ناخذ منهم دعم. اشياء كثيره يعني الدعم المادي والمعنوي من مؤسسه التقدم العلمي هي الذراع الاولى. الهيئه العامه للبيئه وفرت لنا كل الدعم المعنوي اللي هو تراخيص دخول محميات هذا هم. فالشباب الكويتي اذا حصل الدعم راح يبدع. عندنا مشاريع كبيره يعني سويناها ولا زال عندنا افكار راح نسويها ان شاء الله. على فكره استاذ راشد يعني شنو المطلوب في يعني مصور الطيور؟ هل مطلوب انه يعرف رزنامه يعني الطيور الهجره والعوده مره ثانيه بالكويت مثلا؟ شيء مهم انه اللي يبي يصور لازم يعرف سلوكيات الطير. يعني مثل ما قلت لك المد العالي اذا رحت الحين اليوم الحين حق ساحه الصليبخات راح تستمتع بالتصوير، راح تلقى آلاف الطيور آلاف الأشياء. لكن إذا أنت ما تدري رحت الصبح ما راح تحصل ولا شيء أو مسافة بعيدة ما تصور. فالخبرة لازم أن متى أروح وأي وقت أي شهر طيور الربيع العبان يعني لازم تكون عندك خبرة، غير هذا راح تمل وتترك الشغلة. صح. الطيور تتنقل من مكان لمكان ولها مواسم معينة، متى يبدأ موسم هجرة الطيور هذه؟ الطيور في طيور مهاجرة تمرنا بالكويت ترانزيت اللي هي مواسم الهجرة بالخريف والربيع وتكثر هذه اللي رايحة الصيف الحين يوم من أوروبا فارخين يروحون أفريقيا وبالربيع بالعكس يروحون أوروبا. هاي يسمونها طيور مهاجرة. عندنا طيور عكسية الهجرة تينا من أندونيسيا اللي تونا بقول لكم خراشن تينا بالصيف تقعد في جزيرة كبر وبوبيان بالصيف غير الطيور المهاجرة. وفي عندنا الأيام هذه يسمونها طيور شتوية زائرة شتوية طيور البحر مال البحر الحين تلقاها على ساحل الصليبخات الاماكن. فما في شيء اسمه يعني طيور مهاجر، في اشياء متنوعه وفي طيور مقيمه طول السنه. موثقين طيور الكويت يعني او قاعد يسوون معارض بحيث انه والله طول السنه الطيور اللي موجوده بالكويت استاذ راشد؟ في معارض في جهات معينه جمعيه البيئه مثلا فريق طيور ما عد الطيور في كذا فريق كل واحد عنده جهود يعني في واحد يوثق هذه الاشياء اذا شفت طير جديد ولا شيء المهندس عبد الرحمن السرحان الله بالخير نسلم عليه هو المختص في تجميع هذه الطيور منو شاف طير جديد اعداد وعنده قائمه رسميه باعداد الطيور وكم مره شافوها وكم مره مروا وهذا تتبع هذا الجهد كان يقومون فيه البريطانيين من قبل 120 سنة من سنة أول تتبع يمكن حق الطيور سنة 1900 يعني قبل 2000 قبل 1800 قصدي قبل 1900 يعني قبل 120 سنة فكانوا البريطانيين يتبعون الطيور وأعداد الطيور الحين الفريق الكويتي كلهم اللي كملوا المهمة هذه. أستاذ راشد بما أنك خبير بهذا النوع من الطيور شلون نقدر نحمي الطيور من الانقراض؟ بالثقافة البيئية يعني قوانين البيئية قوية عندنا وايد ويعني نحتاج توعية بيئية. أنا دائما أركز على المساجد، المساجد هو اللي يروحونها حرمة القتل. الناس نشوفها تقتل يقول كي حلال أكل طير بس هل إحنا محتاجين أن نقتل الطير عشان ناكل أو أذبح لي 100 طير علشان أنا أكل؟ يعني ما أدري هذه تحتاج فتوى أو توعية بدون فتوى. هذا اللي نحتاجه إحنا بس كقوانين موجودة وتطبيق القوانين. في طيور خلاص يعني يعني كانت يعني مهاجرة وردت استوطنت بالكويت ما طلعت مرة من عندها مرة ثانية؟ هذا مثل طيور البحيرات اللي هو المستنقعات المائية ما كانت قبل اللي هو طيور الماء وايد حلوة. في الدجاجة السلطانية الزرقاء الكبيرة حين استوطنت الدجاجة المنقارها أبيض دجاجة ثانية يعني كذا طير الغطاس الصغير في طيور تقريبا 10-15 استوطنت في الأماكن اللي فيها ماي وحماية ما كانت قبل مهاجرة. إيش كثر يعني هل في أوقات معينة تطلعون فيها مثلا يعني هل يعني شق النور أو الفير يعني هل هذا يعتبر يعني وقت مناسب لكم؟ يعتمد بالصيف نروح الفير بالشتاء نروح العصر القريب المغرب الظهر يعتمد على مواسم الطيور. أما البحر فيعتمد على مواسم المد والجزر. أنا صار فيني فضول أعرف المدة اللي طلع فيها طائر العقاب من محمية الجهرة لروسيا ورجع مرة ثانية. هي المسافة تقريباً 4000-5000 كيلو
إذا قلنا يقطع باليوم 250 يرتاح، يعني تقريبا هي من 3 أسابيع إلى 4 أسابيع يوصل لهناك. قبلها يمرن جسمه، يأكل وايد، يشحن، ما يحتاج يأكل بالطريق، فيمرن جسمه ويطير تلقى بعدين شهر. هذا هني هذا الخط ماله، خط الهجرته اللي مشى فيه. طبعا يحاول يروح بحيرات، أهم شيء عنده يشرب ماء بس، غير الأكل مو مهم يأكل. فيقطع في روسيا، لاحظنا بروسيا يتنقل، يعني بالكويت يقعد محمية الجارة فقط، ويروح شوية كيلوين ثلاثة، أما بروسيا يتنقل مئات الكيلوات، مرة يقعد بحيرة هذه، يروح بحيرة هاي، بحيرة هذه. إذا علميا هو مستقر في الكويت أكثر ما مستقر روسيا، يعني حتى في محمية الجارة يقعد 5 شهور ويروح رحلة شهر. هل الفيروس يتنقل التتبع فقط ولا مثلا الوزن، يعني مثلا اي الكويت تعبان هنا يصير راهي ويرد مره ثانيه، يعني هالمسافه هذه؟ لا لا، هو في حاله الهجره قبل لا يهاجر يحتاج انه يكون طبقه دهنيه كبيره، فياكل بشراهه كل الطيور مو بس حتى الزعره يشوفونها شهر 9 مشحمه. ليش مشحمه؟ لانها مخزون عشان تهاجر، فلما تصيدها بنص مو بالهجره راح تكون لها ضعيفة، ما فيها الدهن هذا. اي نعم. فهذا مخزون حق الهجرة. شنو الصورة اللي ما زلت محتفظ فيها وتحس انه يعني هالصورة هذه يعني فعلا يعني صورة راشد الحجي؟ والله ما اقدر احدد لك، يعني انا كل يوم كل يوم شيء جديد عندي. ما اقدر اقول لك شيء قديم محتفظ فيه، بس مو بس الطيور اللي احبها، اللي هي التفال، قطو البري، هذا كان نادر مرة واحدة شفته بحياتي، يعني هذا فصورت هذا اللي اعتز فيه، صور النادرة الكويتية. نشكر تواجدك معنا استاذ راشد الحجي، استمتعنا اكيد بالنقاش معك، وننتقل حاليا لزميلنا طلال الماجد من قرية يوم البحر. الله يعطيك الصحة والعافية استاذ راشد، شكرا جزيلا. نتواصل معاكم وسعيدين جدا بالتواصل من خلال وجودكم أكيد في قرية يوم البحار، ومعانا العديد من العوائل راح نتعرف عليهم ونشوف انطباعهم بعد هذا الافتتاح الجميل، وأيضا التحديث للكثير من الأجزاء والمعارض والمحلات اللي موجودة. ساج على القوة يما، شنو ناصر يا إن شاء الله يا مناصر ياكم الله. أول مرة تزورونا في قرية يوم البحار؟ لا دائما نجي والله. رأيك فيها بعد التعديل وبعد هالحلة الجديدة اللي هي فيها الحين؟ والله ما شاء الله تبارك الله، من تطور لتطور ما شاء الله. الله يعطيكم العافية. يما البنيان القديم والخشب والشندل، ما ذكرتش في الماضي والبيبان القديمة العتيجة باب بخوخة بعد موجود؟ أي كله والله الساعة المباركة. سؤالك بسيط وسهل، يقول لك المثل أكل ما تشتهي والبس ما يعجب الناس. أعلن ألف مبروك، 50 دينار كاش من وزارة الإعلام، مشكورة يما. الله يبارك فيك، حياك الله، نورتينا وما عندنا خسران. عدل؟ نعم كما تقصر، جزاك الله خير. حبيب وغالي، نتعرف على اسمك؟ عبد المحسن الصفار من أسرة المجلس الوطني. نعم حياك الله وحيا الله المجلس الوطني، واحنا سعيدين جدا بهالزيارة. قول لي عمي، تغير عليك المكان؟ والله تغير وايد وايد، يعني قبل 5 سنين هني يذكرنا على أيام مساحة العلم، دكاكين قديمة، محلات قديمة، ويذكرنا على أيام كويت تفتخر في أرض المعارض، نفس الشيء دكاكين قديمة وتحف قديمة، يعني سبحان الله صار أحسن من أول وايد. الحمد لله، هذا المطلوب، واحنا مستانسين إنك موجود
موجود مع العائلة والأسرة. سؤالك بسيط وسهل، من هو أول كويتي أرسل في بعثة دراسية إعلامية؟ هل هو حمد المؤمن ولا محمد السنعوسي؟ محمد السنعوسي. مو السنعوسي، المؤمن. المؤمن فعلا حمد المؤمن. ألف مبروك، تفضل، جائزتك مقدمة من وزارة الإعلام 50 دينار. الله يسلمك، جزاك الله خير، نورتنا، شكرا لك. ومعانا آخر عائلة بعد، خلينا نشوفها، حياك الله. تعرف على اسمك؟ أم أحمد. حياك الله يا أم أحمد. شيخة. حياكم الله، أول مرة تزورونا؟ لا مرة، الحين ثاني مرة. حياك الله، الساعة المباركة. سؤال بسيط وسهل، يقول لك ما أهم مشروع تنموي للطاقة المتجددة؟ أكيد مر عليك بالمدرسة، هل هو مشروع الشقاية ولا الروثتين؟ والله ما أدري. الروثتين؟ مو الروثتين، الشقاية. الشقاية مر عليك بالمدرسة صح؟ والطاقة المتجددة اللي دائما تتجدد منها وفيها وطبيعية. 50 دينار كاش من وزارة الإعلام، مشكور. شكرا، جزاك الله خير، نورتونا وما عندنا خسران، وفالكم الفوز دائما. ننتقل مع لقطات حلوة من قرية يوم البحر، وتالي نروح لفرقتنا بقيادة الفنان خالد الرميضين. أنا تحملت مرارات الهوى والجور والنكران منك، يا زمن يكفي ترى الحال استوى، حتى الذي أهواه من قلبي هوى والدان غير الدان. يا سمر ما يحلى السمر ترى الحال استوى، أنا تحملت مرارات الهوى والجور والنكران منك، يا زمن يكفي ترى الحال استوى، حتى الذي أهوى من قلبي هوى والدان غير الدان. أيوة، عيشون.
فصدي والهجران منك سامحك ربي لما هذا الجفا مديت في هجرك كفى والله كفى فصدي والهجران منك سامحك ربي لما هذا الجفا وين المودة الأولى هي والصفا خليتني وجفني ما غفى وليلي سامرني طيفك ما اكتفى يسأل نجوم الظهر عنك والفكر جزري وجفني ما غفى يا لهفة المشتاق شوقي ما انطفى يلهب لهيب النار ¡Gracias!
متواصلين معاكم على الهواء وسعيدين جدا بالحضور الجميل وايضا بالفقرات الحلوه المنوعه سواء كانت بالورشه الخاصه للمجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب او من خلال الفرقه فرقه خالد الرميضين اللي ابدعوا فعلا في الاغاني الحلوه. معارضنا حلوه خميس وجمعه وسبت ان شاء الله راح نكون بالفتره القادمه لكن حاليا جمعه وسبت. حياكم الله نشوف اول عائله حياك الله. نتعرف على اسمه ان شاء الله وان شاء الله عجبكم المكان ومستمتعين معانا في قريه يوم البحر. هذا الشيء عجبكم هني في القريه؟ دخلت المحلات تمشيتوا وشفتوا السدو وشفتوا الاشياء العتيجه؟ تمام ان شاء الله. سؤالكم بسيط وسهل، اين يقع سهل الدبدبه؟ هل هو شمال الكويت ولا غرب الكويت؟ الكويت. لا مو شمال الكويت، غرب الكويت. غرب الكويت فعلا، ما عندنا خسران. والقصد من الأسئلة تنشيط بس ذاكرتكم ومعلوماتكم. 50 دينار كاش من وزارة الإعلام اللي ما زارنا للحين، شو تقولي له؟ تعال استمتع بالأجواء. الله، الساعة المباركة. شكرا لك وشكرا أيضا لكل التسهيلات الحلوة المعمولة في قرية يوم البحار من قبل العاملين، يعني تسهيلات كبيرة، حتى اللي عنده ويلتشير راح يلقى ممرات سهلة، وهذا أكيد نبي نعرفه من خلال وجودكم معنا. تعرف عليك؟ يا شاء الله. شو رايك بالحضور اليوم والجمهور اللي موجود؟ حلوة الأجواء. تمام. الباركنج السيارة إن شاء الله سهلة. سؤالك بسيط وسهل، في أي عام صدر العدد الأول لمجلة عالم الفكر تابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب؟ 1970 ولا 1971؟ وفكري. 71 ولا 71؟ 70 فعلا. ألف مبروك. وعام 70 تم في إصدار العدد الأول لمجلة عالم الفكر التابعة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. شكرا جزيلا، 50 دينار كاش من وزارة الإعلام. إن شاء الله نورتينا وسعيدين جدا بهالتواصل والمحبة. نشوف هاللقطات الحلوة مع مخرجنا خالد مطر وهذا البث الحي المباشر من قرية يوم البحار. عشقنا الأرض وإحنا في رحم أمنا، في رحم أمنا قبل ننجي فيها الدنيا ونتكون ونتكون. نحب الكويت حبها يسري في دمنا، والله والله في دمنا، والكويت فيها برضه ما يتدون ما يتدون. عشقنا الأرض وإحنا في رحم أمنا، في رحم أمنا قبل ننجي فيها الدنيا. اهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد، كل الشكر والتقدير لزملائنا في موقع يوم البحار. رجعنا الى متحف بيت العثمان في منطقه حولي، الحين بنتكلم على الطيور الناطقه. معانا من الفريق الكويتي للطيور الناطقه اللي على يميننا سلطان المسباح، وايضا اللي على يسار هني محمد السناسيري. اهلا وسهلا فيكم سلطان ومحمد وحياكم الله معانا. الله يحييكم، الله يعطيكم الصحه والعافيه واشكركم على هذه الاستضافه. حياكم الله معانا استاذ سلطان المسباح ومحمد السناسيري. حابه اعرف شنو سبب اهتمامكم بهالنوع من الطيور؟ أول شيء الله يعطيكم الصحة والعافية، مشكورين على هذه الاستضافة. معكم أخوكم محمد سناسيري، مسؤول العلاقات العامة بالفريق الكويتي للطيور الناطقة. طبعا باختصار، ابتديت أنا هوايتي يعني دشيت فيها بعمق، صار لي تقريبا الحين سنتين ونص وكنت أمارس الطيران الحر. حبيت أني أتوسع فأسستنا الفريق الكويتي للطيور الناطقة أن نمارس الطيران الحر، وهم يكون عندنا طيور الربوة على أساس أي شخص حاب
يتعرف على هذه الطيور، يشيل الطيور، يلعب ويا الطيور، ونعرفه على انواع الطيور يعني. قبل اروح حق سلطانه قاعد اشوف ريشه هنا انت تحت. اي هذه الريشه طبعا هذا الجولدن كنيور. لا 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 اي ها الطير. اي نعم هذا الطير جولدن كنيور. اي جولدن اي نعم. اي شو ماسكه كذي زانطه انت ولا يعني هذه المسكه الصحيحه؟ لا هو ما اقدر اقول صحيحه ولا، لكن هذا طير لعوب وياي ومتعود علي فادغشمر وياه على قولتهم. اي نعم ما شاء الله. الطيور هذه النوع هذا من الطيور يحتاج بيئه معينه عشان تعيش فيها، شلون توفروا لهم البيئه هذه؟ البيئه هذه تختلف يعني من طير لطير، في طيور تبي مكان بارد مكان حار، فهذه الطيور اغلبها طيور استوائيه، نحاول نوفر لها البيئه الاستوائيه، الحراره تكون يعني من 22 ل 27، ما يبي برد وايد ولا يبي حر وايد، معتدل طول الموسم. في بعضهم اذا بنحطه بمرحله الانتاج وكان جاهز حق الانتاج يحتاج نوفر له الرطوبه مو بس البروده، وكذلك الاكل يعني اكل اغلبه فواكه مكسرات يعني اكل معين. يمكن محمد يعني عندما نقول طيور ناطقه اي نعم هي قاعده تقلد. اي نعم زين شنو يعني اشهر الطيور الناطقه اللي موجوده عند الناس او على مستوى العالم يعني اللي هو على قولتهم اشهر شيء؟ طبعا الكاسكو. طبعا الطيور الناطقه عد وخربط من الانواع. أي. طبعا بخصوص طيور ناطقه اي شيء من قارع عوي يعتبر ناطق. يعني انا ما كنت اصدق مثلا عندك طير الحب انه يتكلم، ولكن المشاهدين يشوفون يحطون باليوتيوب طير الحب يشوفونه يقول قل هو الله احد. زين فهذا مثلا هذا الحين حجمه صغير، هذا حجمه كبير، لان هذا من فئه المكاو، هذا من فئه الكونيور، بس هذا من قاره نفس الشيء عوي، وهذا هم من قاره عوي. كل واحد له اسم معين يعني؟ طبعا هذا من فئه الكونيور اي ومسمى الجولدن كونيور، وهذا من فئه المكاو. انت شنو مسميهم؟ طبعا هذا مانجو. مانجو وهذا يورسا. يورسا اي نعم. يورسا كذي لا يعني لا اسم يعني ولا انت طلع بالي كان نسميه يورسا وخلاص مشيت عليه يورسا. الحين تقريبا ما شاء الله صار له عندي سنتين وشيء. سنتين تقريبا. يمكن بعد سنتين تغير اسمه الاسم الثاني ولا خلاص ثبت؟ لا ثابت على كذي خلاص. هذا الحب ما اقدر خلاص. يورسا. الحين كل انواع الطيور اللي ذكرتوها ممكن ان هي تعايش بمكان واحد؟ طبعا عادي هم كلهم طيور تختلف يعني من حجم لحجم. في بعضهم اللي يتقبل الثاني وفي بعضهم اللي ما يتقبله. كذلك يعني عندنا في انواع عادي تحطينهم يمكن 100 طير مع بعض، وشخصيات تختلف من شخصيه لشخصيه، في طير ما يتقبل تعود على رائيه خلاص تعلق فيه ما يبي، ولكن هم الاغلب يعيشون مع بعض ويتاقلمون لانهم اساسا بالطبيعه يعيشون بمجموعه. على فكره اخوي محمد يعني اخوي سلطان بعض مرات يعني واحد ينفق الطيره يضيع يكتب مثلا مكافاه او شغلات كذي يعني تلقى في بعضنا يقول هذا مسجى او يطلعون ناس مثل مقاطع فيديو قاعد يبكي عليه يمكن احنا نستغرب لنا مو قريبين من هالموضوع هذا ودي نتكلم على هالنفسيات وعلى المشاعر هذه بخصوص يعني. الطير اول شيء انت تربيه من الصغر فلما تربيه من الصغر راح يصعد وياك مراحل كل ما يزيد الوقت كل ما الطير يصير عزيز عليك زياده أي. يعني اعطيك مثال قبل فتره ضايع طير مو قيمته يعني خلينا نقول 30 دينار رائيه قايل 250 دينار مكافاه ماليه أي. مو قيمه الطير كثر ما هو عزيز على البيت واهل البيت يعني صح اي نعم أي. الحين عشان يوصل الطير لهالمرحله يعني انا اشوفه قاعد وساكن واموره طيبه ايش كثر ياخذ وقت تدريبه على حسب استجابه الطير في طير يعني اذا خصوصا اذا انت ماخذتها فرخ من يوم هو صغير احنا نسميه العس اللي هو يتوكلين كنا امه قاعده تغره هذا الاكل يختلف عن لما تحطين له يا بطاسه وهو ياكله فهني انت خذيتي دور الامومه والابوه معه فيتعايش معك خلاص يتعلق صرتي انت مصدر الامان والغذاء والسعادة عنده فمستحيل إنه يوخر عنك يعني إحنا الطيور هذه نطلع فيها بس مو من أول يوم أنا أطلع فيه برا بالفريج مكان صعب فيه مشتتات وايد حقه عشان نعوده إنه أطلع فيه بأي مكان وبدون لا أحاتي ومطمن أطلع معه بليفلات معينة مستوى بسيط اللي هو الأرض المفتوحة مكان مفتوح لين يتعلم على المنادات نفسها اللي بالبيت
تعود عليها خلاص أصعد وياه بالمرحلة الأصعب، مكان أصعب أضيج في مثلا شيئا بعدين بيوت لين أوصل لمكان ضيج عادي بأي مكان أمشي فيه خلاص هو يبدي يتتبع صاحبه وين ما يروح. يعني نقدر نقول أكثر من سنة ولا أقل من سنة عشان يتم على حسب استجابة الطير. في طير يمكن أنت تقدرين بشهر تطلعين فيه استجابته سريعة، وفي طير لا يأخذ له 3-4 شهور. على فكره يعني احنا قاعد نقول الطيران الحر بالكويت. إيه نعم. مثلا محمد انت قررت باكر بتسافر، حلو تاخذ طيرك معاك ولا خلاص يعني من اول شيء الله يسمع منك انه اذا باكر بسافر اقدر اخذ طيري وياي. إيه. ولكن للاسف دوله الكويت ما يسمح لنا ان ناخذ طيرنا نودي ويانا برا، لان مو متوفر عندنا بالكويت منظمه السايتس ان اقدر اخذه رسمي. مثلا ربعنا والاخواننا اهل الخيل في عندهم مثلا الجواز، عزك الله القطاوة وعزكم الله الكلاب عندهم الجواز، ولكن الطيور ما عندنا هذا الشيء للأسف. ما نقدر نسافر ويا طيورنا. السؤال الأهم يعني مثلا إذا مرض هالطير عندنا دكاترة متخصصين في الطيور ما شاء الله على الجرح. طبعا للأسف لا يوجد عندنا بالكويت دكتور متخصص للطيور للطيور، ولكن عزك الله حق الحيوانات لا في كذا دكتور عندنا بالكويت، ولكن بالكويت للطيور ما في. شنو تعمل الطب شعبي مثلا؟ اي نعم. دائما يقول لك اسال مجرب لا تسال طبيب. انا دائما اتجه حق اخواني المطيرشيه. اي صح. يعني عندهم الخبره وهالامور فهم اللي يفيدوني بهالشغله، وعندنا كذا صيدليه نتعامل وياها والله المستعان. اي الله. الطيور لما تاخذونها معاكم ساعات ايفنتات ولا مكان فيه تجمع، شنو المعلومات اللي تحبون توصلونها حق الجمهور عن هالطيور هذه؟ اول شيء احنا نحب يعني نسمع الاسئله لان تجينا اسئله وايد. اهم الاسئله من وين تجيبونهم؟ يستغربون اذا في انتاج الكويت. اليوم اغلب الطيور اللي احنا نطيرها انتاج الكويت. اغلب الاسئله شلون اطير الطير هذا؟ هذه اهم معلومه ان نوصلها له، ان شلون الطيره مو من اول يوم انت تاخذها تطلع على بنا ناديتها بالبيت ويالك خلاص ان الطير تمكنت منه. والفكره الاهم اللي لازم يعني احنا وايد حريصين عليها والحمد لله يعني صار في وعي فيها بالفتره الاخيره، احنا الطيور هذه نطيرها ساعه الطير يحوشها شيء يشتته يصعب عليه انه يجيني. لما نحط اعلان انت لما تشوف طير نفس هذا يعني انت ما تعرف له لا تطقه لا تنحشه، هو مو طير مهاجر. اكيد هو طير واحد من الناس. شفته صوره راح تلقى اعلان يا بجميع وسائل التواصل الاجتماعي في اعلانات احنا حاطين في طير مفقود وفي رقم تليفون ونحط صورته. يعني هذه اهم شيء احنا نعاني منه ونبي الناس توصل له ان الطيور هذه احنا نطيرها. وسلامتكم. يمكن يعني السؤال على السريع الاوضاع شنو حاط تحت هني؟ طبعا انا حاط له حجل وحاط عليه رقم تليفوني في حال لا قدر الله يوضع يشوفه ولد حلال ويتواصل وياي على رقم التليفون. طبعا هالطير حاط له حجل، هالطير نفس الشيء كذلك حاط له حجل. نفصل الحجل ونحط له اياه اللي هو رقم التليفون. تبيعه ب 500؟ حلالك بدون شيء. كم واصل؟ طبعا هذا سعر الكونيور تقريبا حاليا 1000 دينار. 1000 دينار. الله ان شاء الله يهنيك فيهم. الله ان شاء الله نلتقي معكم مره ثانيه. سلطان المسبح محمد السناسيري ان شاء الله، خاصه احنا جايين على الاعياد الوطنيه ودائما تواجدون انتم في هذه المناسبات. احنا بكذي وصلنا معاكم الى النقله الاخيره حق زميلنا طلال الماجد وانتهينا هني من بيت العثمان فاطمه. يعطيكم العافيه وتشرفنا بتواجدكم معنا، وننتقل حق زميلنا طلال الماجد قريه يوم الاحد. عشقنا الأرض وإحنا في رحم أمنا، في رحم أمنا قبل نجي فيها الدنيا ونتكبر ونتكبر. نحب الكويت حبها يسري في دمنا، والله والله في دمنا، والكويت في حب أرضه ما يتدور ما يتدور. عشقنا الأرض وإحنا في رحم أمنا، في رحم أمنا قبل نجي فيها الدنيا. Let's go.
شكرا للزملاء سعد وفاطمة، وسعيدين جدا بهذا البث الحي المشترك بين بيت العثمان وأيضا يوم البحار، وسعيدين بالأجواء الجميلة والعائلية. الكل معانا فرحان والكل سعيد ولله الحمد. معانا هالشباب، شو اسمك؟ مسفر. ياك الله يا مسفر. عام. ياك الله أم مسفر. ياك الله يا أم مسفر. قولي لي عن زيارتكم اليوم، أول مرة تزورونا، شو رأيكم بيوم البحار؟ لا والله إحنا دائما نجي يوم البحار صراحة، حلو المكان حق الجهال والجو حلو، نستانس، أيام شعبية. لا حلو بالعكس، احنا دائما رواد هالمكان. شاعل مبارك. أم مسفر قولي لي عن المطاعم، جربتوا المطاعم اللي موجودة، ايش رايك فيها؟ اي والله كل شيء حلو، نظيف ومرتب ما شاء الله، وحلو حق الجهال الحمد لله، واسعارهم زينة وحلوة. شريتوا ما شريتوا شيء للحين؟ شرينا. عليكم بالعافية. شريتوا ألعاب، استانستوا بالألعاب القديمة؟ اي. شفت السفينة والبوم القديم؟ اي. بعد شوي إن شاء الله تدخلون المعرض وتتعرفون عليه. دخلتيهم معارض؟ لا والله للحين ما رحنا. أيوة. أكثر شيء حبوه شنو؟ يسألونش عنه، يما قبل كذي يما قبل كذي. أيام الشغلات القديمة، التراث، شنو هذا، شنو السفن القديمة، العملات، إيه كذي. أم مسفر، أبي لما دخلتي أول مرة بعد التجديد يوم البحر، ما تذكرت يوم كنت صغيرة وتلعبون هني؟ أيوة والله كانت صدق أيام كانت حلوة والله. الله إن شاء الله يعودها، وتجديد بعد حلو، والمحلات بعد أكثر، والبوثات أحسن. أي والله توسعت أكثر وصارت حلوة للجهال، القعدات العائلية. لا حلو ما شاء الله. سعد المبارك، سؤالكم بسيط وسهل، كم عدد العملات المعدنية الكويتية؟ ها من يعرف؟ ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ أنت شو تقول؟ أربعة. أربعة وأنت؟ خمسة. وأنت؟ خمسة. ألف مبروك. منو اللي فاز فيكم؟ 50 دينار كاش من وزارة الإعلام. مسفر عليك بالعافية. الله يعافيك. اللي بالبيت لحين ما جونا شو تقول لهم؟ قول لهم ارحبوا، تعالوا تعالوا ونزين المكان حق الجهال والله، وناس تستانسون وتفوزون بخمسين دينار وناس حين. من وزارة الإعلام مشكورة يا أم مسفر. ما قصة زكرة. حياك الله. وأمهاتنا الغاليين حياك الله يما. أم شنو؟ الله يحييك أم عبد الله. حياك الله يا أم عبد الله، إن شاء الله مستانسة معانا. وإيش رأيك بالفرقة الحلوة؟ الفرقة الحلوة وكلكم زينين وكلكم طيبين. الحمد لله. والكويت حلوة، وعسى الله يحفظ كويتنا ويحفظ آمين. بلدنا ويطول إن شاء الله. أنا مولودة. وين في مولودة؟ وين مولودة؟ بسكة عنزة. عساك على القوة يمه. بعطيك 50 دينار كاش من وزارة الإعلام، وكل أمهاتنا الحلوة والطيبة يكونون معانا إن شاء الله، وكل أسبوع ينورونا من خلال وجودهم معانا، وإحنا متواصلين ونشوف هاللقطات الحلوة في يوم البحر. هذا وقت للصغير وللكبير، والوطن محتاجنا
الأرض.